السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا شباب جاي لكم عشان نحل مشكلة جديدة من مشاكل الأوتوكاد. زي ما احنا قلنا احنا اي حاجة غريبة بتقابلنا او اي حد من صحابنا المشتركين السبسكرايبر بتاعنا في الشانل لما بيسألونا عن اي حاجة بنحاول ندور لها على حل عشان نوصل لافضل طريقة للبرفورمانس عندنا. كان عندنا حد سألنا قبل كده على ان هو عنده مشكلة حاجة اسمها drawing is busy في الأوتوكاد، يعني وهو شغال فجأة الأوتوكاد يفصل لوحده او يقف ويهنج ويطلع له مسج يقول له drawing is busy، وبعد كده يلاقي كل الشغل اللي هو اشتغله ضاع طار، يعني ما من اخر سيف هو فتحه لو هو ما عملش سيف قريب او لو هو ما عملش سيف اصلا، يبقى من اول ما فتح البرنامج شغله كله تقريبا طار. المشكله دي بس يا شباب انا عايز اوضحها ان هي ليها سبب وليها وقت. الوقت اللي بيحصل فيه المشكله دي هو نفس الوقت بتاع الاوتو سيف اللي بيعملوه الابلكيشن. يعني لو انت عندك الاوتو سيف بالنسبه للابلكيشن بتاع الاوتوكاد هو بيتم اوتو سيف او كريتا تم بكل 10 دقائق او كريتا باك فايل كل 10 دقائق، يبقى المشكله دي ممكن تحصل لك كل 10 دقائق. لو انت عامل ان اللي هو بيعملها كل نص ساعه الاوتو سيف كلها على نص ساعه، يبقى المشكله دي هتحصل لك كل نص ساعه. يعني المشكله دي وقت حدوثها هي وقت عمليه السيف نفسها. طيب ده كده يبقى احنا عرفنا هو ليه كل شويه وانا شغال فجاه يفصل وفجاه الشغل بتاعي كله يطير قبل ما انا اعمل سيف مانيوال، لان هو في الاوتو سيف بيبقى بالنسبه له عنده مشكله هو الوقت بتاعها هو وقت الاوتو سيف. ايه السبب بقى؟ السبب الرئيسي ان انت بيبقى عندك فيروس اسمه acad.lsp اللي هو acad.lsp، وحاجه ثانيه اسمها acad.fas. الاثنين دول بيبقى فيروس موجودين عندك في الجهاز سواء بطريقه ظاهره قدامك فيزبل او بطريقه هيدن. انت اول حاجه محتاج تعملها في عمليه السيرش في الجهاز عندك عشان تحل المشكله ان انت تدور على الانتي فيروس اللي موجود عندك وتعمل له ابديت. بعديها تبدا تسيرش على الجهاز كاملة السي والدي والاي كول درايفرز اللي موجودة عندك علشان تبدا تديتكت الفيروس ده. يبقى انت رقم واحد هتحتاج انك تنظف جهازك كله من الفيروس ده، هو ده المسؤول ان انت لما بتيجي تعمل سيف يوقف هو عملية السيف وبالتالي الاوتو سيف وبالتالي بيرجع لنقطة الزيرو، هي نقطة اخر سيف انت عملتها مانيوال او نقطة الاوبن اصلا. تاني حاجة بنعملها ان احنا بنعمل كود صغير بندخله عندنا في السبورت بتاع الاوتوكاد بحيث ان هو اوريدي لما بيجي يعمل عملية الاوتو سيف يديتكت هل في فيروس هيوقفه ولا لا وهو اللي يمسحه. يبقى انت اول حاجة محتاج انك تعملها انك تنظف جهازك من الفيروس ده. تاني حاجة محتاج ان احنا هنضيف كود صغير عندنا جوه فولدر السبورت الخاص بالاوتوكاد مهما كان اصداره عندك عامل ازاي علشان تقدر تحمي نفسك من فكرة ان الملفات اللي عندي تضيع او الشغل نفسه يضيع. تعالوا مع بعض واحده واحده نفتح كده برنامج الاوتوكاد او الفولدر بتاع الاوتوكاد نشوف هنضيفه فين علشان نحط الكود اللي احنا قلنا عليه. هيبقى مكانه ان انت هتدخل على بروجرام فايلز، بعد كده هتختار منها اوتو ديسك، ومن اوتو ديسك هتختار الفيرجنز اللي انت عامله انستول اللي هو مثلا 2018 انا عندي هنا. بعد كده هتدخل على فولدر اسمه سبورت، بعد كده هتلاقي فيه فايل عندي جوه السبورت اسمه اكاد لزب، الاصدار بتاعه هو اصدار الاوتوكاد اللي انت اوريدي داخل عليه. يعني انت لو انت اوريدي عامل انستول 2014 هتلاقي هو اكاد 2018 يبقى 2018. هنفتحه هيقول لك اوبن ويز، هنقول له طبعا نوت باد بس ما تعملش اولوز عشان هو يفضل يفتح كانه لزب مع الابلكيشن لما يجي تعمل له ران، نقول له اوكي هيفتح معاك. هنيجي في الاخر خالص في اخر الابلكيشن هي في اخر الكود وهنحط الكود ده، هنحط الكود ده كويس كده يا شباب. الكود ده وظيفته هتلاحظ ان هو اوريدي بيديتكت اي حاجه اكاد دي او سي دوت لزب او اكاد دوت اف اي اس اللي هو الفيروسات اللي احنا قلنا عليها او اكاد دوت في ال اكس. هم دولت مجموعه الفيروسات اللي اوريدي بتيجي في وقت عمليه الاوتو سيف زي ما احنا قلنا في الاول وتقوم موقفه الاوتو سيف وترجع الفايل بتاعتك لنقطه الزيرو اللي هي اخر مره انت عملت سيف مانوال، او لو انت ما عملتش سيف مانوال يبقى انت الوقت ما انت فتحت فيه وبالتالي شغلك كله يضيع. هتقفلها هتسيفها وبعد كده تيجي تقول له هتحطها وتسيفها وبعد كده تيجي تقفل هتيجي تشغل الابلكيشن معاك هيرن عادي جدا. بس خلي بالك ان انت لما تيجي تحطها
سيفها على الديسك توب الاول عشان هو هيقول لك يو هافنت بيرميشنز تو اديت ذس فايل. هتحطها على الديسك توب مثلا، بعد كده تعمل لها كوبي بيست وتحطها في نفس اللوكيشن اللي احنا قلنا عليه، وهو عشان يقدر ساعتها بعد كده تعمل لها ريبليس هيتعمل معاك عادي، مش هيطلب منك اي بيرميشنز ولا اي حاجه. يبقى انت ساعتها يبقى المكان بتاعها جوه السي بروجرام فايلز اوتو ديسك، والاوتو كاد الفيرجن بتاعك فولدر سبورت هيبقى اسمها اكاد دوت 2018.lsp. هو اوريدي هيديتكت مجموعه الفيروسات اللي موجوده في نفس الفولدر اللي انت فاتح فيه الدروينج بتاعتك او البلان، وهو هيحاول يمسحها لوحده بحيث يتجنب عمليه السيف. ان شاء الله يا جماعه المشكله دي ما تحصلش معانا تاني، ولو في مشاكل تانيه يا ريت تبلغونا في الكومنتات واحنا ان شاء الله نحاول ندور لها على حل ونقوله كل الناس. يا ريت يا شباب لو السبورت بتاعنا عجبكم تسبورتوا انتوا لينا وتعملوا لنا لايك وشير للفيديو، طبعا ما ننساش سبسكرايب للشانل بتاعتنا. شكرا، ان شاء الله اشوفكم فيديوهات قريب.